أقيمت مؤخرا فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان سيد الصاوي للأفلام القصيرة. كاميرا الجولة الفنية حاضرت فعاليات المهرجان اللي حضروا عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم النجمة ليلى علوي. أفلام حلوة قوي ومواهب جديدة إحنا محتاجينها ومحتاجين نشجعها، وأنا الحقيقة من عشاق سيد الصاوي بغض النظر عن تكريمي، أنا من عشاقها. و زي ما قلت في كلمتي، أنا كنت أعرف ولاد صغيرين كانوا بيلعبوا بيانو، كانوا بيغنوا، كانوا مواهب كبرت هنا وبقت حاجة حلوة لبلدنا. وقابلنا كمان المخرج أشرف فايق وكلمنا بالتفصيل عن المهرجان وأهميته والأفلام المشاركة فيه. مهم قوي إن مهرجان سيد الصاوي، مش أنا اللي هتكلم عنه دلوقتي وأقول إن هو قد إيه هو مهم، قد إيه هو قوي، قد إيه هو فرض نفسه على مهرجانات كتير قوي. عايز اقول ان محمد عبد المنعم الصاوي، هذا المقاتل، هذا الفنان الانسان اللي قدر في وقت قليل جدا ان هو يعمل من سيد الصاوي مكان تقدر تقول ان انت لو ما روحتش اي مكان في مصر غير سيد الصاوي كل يوم هتلاقي كل انواع الفنون، كل انواع الثقافات، كل انواع الابداع، هتلاقي مزيكا، هتلاقي فن تشكيلي، هتلاقي سينما، هتلاقي روائي، هتلاقي تسجيلي، هتلاقي ندوات مهمة، هتلاقي فرق مميزة، هتلاقي كل حاجة. والله لجنة تحكيم المرة دي لجنة مميزة جدا جدا جدا، لأنه هو بيرأسها الأستاذ بشير الديك، وده أستاذنا كلنا، الأستاذة ماجدة، مهند، كلهم ما شاء الله اختيار موفق جدا جدا جدا. بتفرجوا في الدورة دي على حوالي 60 فيلم، تم تقريبا اختيار على حد معلوماتي حاجة 20 فيلم المشاركين في المسابقة الرسمية، كلهم أفلام أنا عرفت منهم إن كلهم أفلام مميزة جدا. ومن بين المخرجين اللي قابلناهم المخرج مختار يونس، تعالوا نشوف قال لنا إيه عن فعاليات المهرجان. الأفلام كلها أفلام شبابية بتعكس رؤية شباب للحالة الغير مسبوقة اللي بنمر بيها، وشبابنا بخير الحمد لله، وأنا شايف إن في رؤية ثاقبة أو رؤية يعني محترمة بتوصل للجمهور بسرعة. فتحية للشباب اللي ليهم أفلام في هذا المهرجان، وبتمنى لهم التوفيق ودوام التقدم دايما باستمرار.